الرحمن الرحيم. باب المغفر. وفيه قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا مالك عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الفجر على راسه المغفر. باب المغفر. المغفر خوف توجهه. اقول كنت في كندا تنفذ يعمل باي بوليس فالإنسان عن يدخي يرص بني فالطرق أزلت معنا وبطوبة قاموا علي لغة قول جاني جواب كالسلاولي السر ومبتوي نظام الجنب غير امكاني بذيكنا نرسول الله سلام فسلم عن مغفرة مخير ويا باب الجرد والمبارد والشغلاني وقال الباب وعلى رأسه المغفر دخل عام تبطى وبل حديث وبل إرادي كبصر مبارك مانجي سبين باتكيو لدعوة ترى إستعار ودريشتا يا خوي دي مغفر دا فاسا باتكيو والي وسبين أو يا جمعنا بيو جهاد كي بيو رضمان ترى دو باتكي بدلائي مغفر ومو او بیا پټ ټایم کې چې زه نو سپین پټ کېم والے دې وای مخ کې وقال حباب شكونا علی النبی صلی الله علیه و سلم وهم توجهن قرة الله وفي قال حدثنا اسماعیل بن عبد الله قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله يا ابن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجران در بحرین که دیو خار بونده رفی بونده غلیب الحاشیه غلیب الحاشیه مانا دارا که لگه دا ساده دی کنه اگو آلا با مانا که دا چرکم دا خخر دا نرم نرم تیزونه دا حاشیه چه بونده که دا بود بوری دا غلیب خیر غطه وا دا سی دا بود خیر شدیدی دارتا کنه دا جمعی که دا غربت کمپلی واسه این بیا پتا لگیا نو قدیر فعدرت او اعرابیون فجبده او بردائه جبزتا شدیدتا حتی نظرتو الى صفحت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تمنی برو بسادر اور کمتو جبتا سرمی کار دے نو اصادر جمعنا را کار بولو چه دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدیر ہے کہ دا احمد دا ہو جلے لگاہ کو سخت صادر ہو گنا نو دین اندر تا معلوم ہے کہ دا موہ پیغمبر علیہ السلام سمرا صابر ہو چه بول کر کے دا تا ایک ہوتے ہیں چاہتا ہم باندی چی او جاہل سرے دے نو اب چاہتا ہم جاہل نہ کوئی او ویلا کماتا یا محمد مول لی امرو کا چه ما تا بیت المال نا سشیر آکی غصائی نکو اور دلتا تامیدار تا کرے دا سے چلو کو من شپنگ میں اسی بتاہا کے فروس بتاہا بردائی تا اللہ کو آکھا لیکن دا مدینی لے اصد والا تے جو وی 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 حال بسیدہ سر اللہ اس کے مور بھی رضی رضی ایبام مدین ہم چکلے اکھولے آلی اب اگر دن کو خاندل رسی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل ثم ضحكا او يوقع لك تسواني بس دغه په کاری والی مونتا چې دغه اخلاق پکې ویوایا فأدرك عمار عبد فجبد وجلد عيني جبدة شبدة جبدة ركعة تاسع ركعة يو ركعة تبع خا وهي مصدر حتى نزلت إلى صفحة عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صفحة ضغطة ويكاد يديكنا تجد وقت أن يتوى يوكت سرمانتا نعلم أن أصادر تلعك أقوله نعلم أن نعلم داغ تورشبه وايا قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جلدته ثم قال يا محمد مرني من بار الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمره بعفوا وبه قال
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنهما قال جاءت امرأة في جلدة قال سافرنا هل تدرون عن الجلدة قال نعم هي الشمة مسدود في حاجتها قال مسدود نسج دقيقة كالخانوك من بطا وكالخاني لكبير ونمي دقد خذوا قول نجد هذا الغابة جولولي وصادر نعرف بيسا بيوة تديرا مضبوطة جولولا نسج أغا أغا دوائش ودرولي يالرقي سرور طرف بالا نعرف بيسا ودلو ذاتي أغيطا ودلو أي نعرف بيسا كمديرو منسوجة في حاشية حا نسج بكشبه خالتي يا رسول الله إني نسجت هذه داما تري يا رسول الله داما بخت الله زمان دي چنون دينو جور كره بده نسج كره بده هذه بيدي أكسو كا أكسو كها دامي دير بس بخت جور كره بشو چدا سوا چدا سادا فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجو شام معمولي يا معمولي شئوار کو اس پتا ماتا تو معمولی راکی نے ہمارا جلے کا ہمارا دیا جو پیدا ہے دیا نمارا اگر بھی واہ 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 شاہ واہ ماتا ضرورت ضرورت بنو خدا نے سلی ضرور بھائی کول چہ در ضرور خرشی کی آو دیتا دے محتاج جو آرانگی فخرد ہی لینا روحت و بینہا لہی غارت فجسہا دار صادرو او جنن ورباد لا بتقول او جس يجبت وي الناس لا بقول تكتوتا يصليو كتو فقال يا رسول الله اكنيها يرضى صادر كلمات واكلو في بالغول والا قال نعم فجلس ناس او صدر في مجلس في المجلس ثم رجع بما تشو فتواها ثم ارسل بها اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل رساد الله الغفت او رسالت اولي قلت شاوي جديده ما تباك اقوم بتويت وصلينا لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اخت ما احسنت خكر نورك صارتها اياه وديها صادت تهوك تاتا قدم ما بوين شوي کہ اغدا کے بارے کے لگا ضرورت ہے بالکل فوراً چکم دیرو انجوری کی وقت آرکس تھا انہوں نے لایا رجوع دا دام جاتا پتا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سائل سہو گواری نوغت ہو رد کئی نا اگر شیخ خام خواہر کئی فقالا یہ تلیوی ما سألتها ما داعت نوغت إلا لتكون كفني أهم ظن بعد ناكل دري شوكينو أغبال دير غير نظر لجيدو كدا سادر دوالما أو وسيطكم كما بدي كفن كتكوي كخوي با يوم عموتو فقال السهل ومغا الكشوة تدا غصة فائشو كموشو نومغا سادر كفن شو نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرة شيء كفاني نعرض صاحب ثم فشنطيب بيوان وبه قال حدثنا يا بني أمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي ثم أسمي يتبعون ألفا يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة خلي
kaçak beni sanıyor ki kalır bu yer sanmıyorum kalır bu durur da hayal sürüldü ya da hayal sürüldü dua o kamaça çözüm ağa ya da bir insan da ki çözüm ağayı ki dahil şaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Dey mıhtı şu. Mekal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani dem ve ittiba dâhili gibi insâb-ı halkı ki Allah'ın mümeta da çoğul tabi ki dâhil ki. Ya da sahabi pâsi şu. Fatavu ki sabaka ka o kaşa. Zavustan ambar nişta. Sabkat çavu ko. Zavir ya ki hiyya. Zavir ya ki hiyya. Zavir ya ki hiyya. Thank you.
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے کہ الحق نی زی دعوت محمود رات گڑبڑ کو آنے فلان چلا تھی فاتونی یو تھے دعوت بے انجانیتا دا چکم دینا اغتوال کئی اور چکم دینا ابی جہم بنی حضیفہ بنی غانم بنی من بلی عدی بنی کعب پا
bakabu kiki gi kafayu kiki gi singa bakke wa ta شخصیت که بعد از خدا بزرگ توی قسم مختصر
دا هغه الله نه پته مقام دی او خپل مټي دا کړ دی لګالې مخان شماري په هغه باندې دغ وی لګي او وایا نشانات پیدا کړي چې دا بدل شي د پربو سروات فشكت إليها او عرض ها حضرات او چکم دین او او امرائی رفاع یا بم رفاع اغی حضرتی آئیشی تخبر سرون و خیلا الى صافاون مرات رحان ظلم خی چطور بدنی خوزیر حضرات بجلد او چطور بچکمان تو کوئی کنا او چطور تک شین چی کنا چی اغی تا خضرات وئی فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم دينو وغن تاو ينصر بعضهن بعض 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 اغيك كم دينو دار دبيبا دار كتل دبيبا دار يقول انداد قول دار اغيك موكي داوة تبيشكو خارت عايش ما رأيك مثل ما يلقى المؤمنات يرمى بدات خلي ندي دي خاوندانو داسې والی دي لجلدها اشد قدرت چې ظالم ورته سرمن بالکل تک اشنا کړي ده من ثوبها یعنی کپڑے سارا قال وسمیا انها قد اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء معه وجاء معه ابنان اغه خاوند دو بچی دا وخت دې خمه سره دو بچی وو نو څنګه هغه بیکاره دې چې دا تا چرته نه راوې ابن علی بن غیر ها قال والله ما لي اليه من ذنب ما اذ دې ته شکایت نه ده رسوله الا ما معه ليس باغنى عني من هذه ما ده الله تعالى كان يتشه باغي ما نزور دي سرزيات نزيات نور خدسنو شم كولي خو باقي ما كاتور خلق كي اغزمكم يا رسول الله لا نفضها نفض الأديم مخشم تي سوري دا دي برسر كوما كانا كيرا قطره دا سرمان دا دي مدي كانا دا 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 وي غي كانا خان دي ندى لغان دادی کوم د جنور د نور کما ولکنها نشته سرمن د مکم تیر دی یادونه دا د بیا د لري د ولکنها دا نه فرمان دا غواړي چې زور خاوند ته ورشي اځ چا کلام ورته نه کنا هغه ته بیا څو غواړي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان ذلك لم تحلي له بالفل اغتمي حلالا او لم تطلعي تطلعي حتى يذوف من رسالتك تقوم جلس صادق من بودين دي خارم ستكيني او قال وابصر ما هو ابنين له فقال بنوك هؤلاء قال نعم قال هذا الذي تدعمه تدعمين ما تدعمين تفضى قمانك كي دا دعونا ندي دا بچانا دي او دا فضى دا شاري دا دوارا قيور دي كي دا قيور كارغو دا تنبل كارغو سارا ترنجونا يو برابر مكني دا تارزه بي جانا دا كارنا دي دا غلا دو بچي جي كندي دا غلا دي دي جي لكا بالکل دا شکل سره برابر دی او رنگ او دنگ او دا ارض دا غمون دی وایا نو تو سنگا وی دا غمی شی کولی وایا باو سیاری میلے و بین قار حضرت های صاحب و ایک قاری من حضری و قاری پر رام پر مدد دوی شد قار حضرت نام سرمان وایا سپین لباس دا بدا رسولیات سلطان دیر خواخو جنگی او حد کے لکو میں فرشتین و سرب سر آگر لیگی اغیم جنون دینو آغا آئید بدا تیادی
اغل دغه سپین لباس اچولی و حضور علیه السلام ډېرو احادیثو کې ترغیب هم ورکړی دی سپین لباس اچوئ او د دې دلیل دا دی چې دې مړي په سپین لباس کې خښېږي که نه خاجي وایه انا ابن عبدالله بن عبد الله 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 بن عبد ال